أمي لو سمحتي أنا ماني رايق وما بدي أحكي بأي شيء. والله وأنا ماني رايقة. ابني معقول أنت تشارك بهيك مصارعة؟ معقول ما فكرت لا فيني ولا بعيلتك أبداً؟ لك شو هالتصرف هاد؟ برأيي مو صعب كتير تفهمي السبب. يعني بسببي رحت واشتركت بهالمصارعة مو هيك؟ خلص شو ما كان السبب ما بيهم، صار يلي صار. لك شو صار بوشك وبعيونك؟ جينك أنت ناوي تموتني يعني؟ تخيل لو كان صاير لك شي. أنا ما فيني شي، ليكني لساتني عايش. أنت أكيد بدك تجنني، شو برودة هالأعصاب يا؟ لا وفوق هذا كله أنت مدير تنفيذي قد الدنيا، حلوة بحقك يلي صار؟ أنت بتعرفي كل شي ما هيك؟ ماما أنت بتعرفي كل شي أصلاً. خلاص شي صار وانتهى، ليش لسه عم تحققي فيه؟ كنت متضايق ورحت وغلطت، خلصنا. أنا بعرف أنت ليش متضايق لهالدرجة، أنت مو متضايق بسبب الشغل، أنت متضايق من عزراء، كل هاي الفضايح بسبب بنت ما هيك؟ ماما لا تبلشي، مو قدران آخذ وأعطي، ممكن تطلعي من غرفتي لو سمحتي. ما رح أطلع. أمي اطلعي أعمل لك. ما رح أطلع، أنا ما رح أترك ابني يضل لعبة بإيدين هديك البنت، بدك تصارعي إيه ماشي تفضل روح. مرة ومرتين وبعدها بتنساها، بس ما بصير تضل عم تعاني بهالطريقة هاي. ماما اطلعي من هون، يلا. زعجك اللي قلته ما هيك؟ بس صار لازم حدا يقلك ويواجهك بالحقيقة. روح شوف إذا عزراء عم تعمل بحالة مثل حضرتك، عم تروح على شغلة وعايشة حياتها وأنت مو هاممة أصلاً، عم تفهم اللي عم بقوله؟ ماما عم قلك اطلعي لبرا، اطلعي. تمام. بس أكيد رح يجي يوم وتقول ماما قالت. جيداء طلعي منيح يا بنتي، هذا جينك؟ بلكي الخبر كان كذب. لا شيف، شوف يلي عم يصارع هو جينك بذاته. يا الله. صباح الخير. صباح الخير يا بنات، تعالوا شوفوا هالخبر. هاتي دقيقة. لا ومين مصوره هيك؟ قديش تافهين، مو معقول ابدا. انتو كان عندكن علم؟ يعني نحن عرفنا أنه شارك بالمصارعة. إيه؟ بس هاد مو منيح أبداً، مو منيح أبداً أبداً. إيه مزبوط، هلأ أهله بالبيت رح يجن جنونهم. مو متخيلة كيف رح تكون حالة الخالة سراب أصلاً. بدي أقلك شغلة عزراء، هاد الموضوع ما نصح. قصدك موضوع الصور ما هيك؟ والله أنا كمان هيك رأيي، مو معقول من وين عرفوا انه هو شارك بهيك شيء؟ اصلا الصحفيين ما بيتابعوا مصارعه الشوارع. يعني لا تدوري بعيد على التافه اللي خبرهم. في سومرة وفي عزمي، اكيد واحد منهم خبر الصحافه. بصراحه انا عملوم حالي اكثر شيء. لك هلا شو علاقه هي بهي؟ بلا مين إلهم علاقه ببعض، انا اللي تركته هيك فجاه وما قدرت اعطيه ولا تبرير، وهو عصب طبعا، مشان هيك ما بقدر لوم حدا تاني غير حالي. اخ يا عزراء، كذب يعني؟ عزراء، الست سراب اجت عم تستناك. اسمعيني منيح، صحك تتنازلي ابدا. اكيد جاي تلومني بموضوع جينك، شو ما قالت معها حق، شو بدي احكي يعني؟ الغلط مني. الحمد لله على سلامتها الست سراب. مرت عمي صارت احسن هلا، شكرا لك. والله نحن جاهزين نعمل اي شيء لازم مشان الست فريده. شو بتحبي نضيفه؟ لا ما في داعي، ما بدي شيء. ست سراب طلبتي تشوفيني. طيب معناها عن اذنك. الله معك. عادي تفضلي عادي. أكيد فيك تتوقعي سبب جيتي، ما؟ يعني أنتي مانك غبية. إيه صح، عندي فكرة طبعاً. بما أنه عندك فكرة فأكيد بتعرفي شو بدي منك، بس مع هيك أنا أجيت لحتى أحكي معك. شوفي، جينك ما بتزبط معه هاي الألعاب تبعك بالنسبة له الأمور يا صح يا غلط، يعني بحب يكون كل شيء واضح. عم تفهمي علي ما هيك؟ بس ما عم بيفهم لهلأ إذا أنتي صادقة أو كذابة، بتحبيه ولا عم بتكذبي؟ ما عم بيقدر يعرف أي شيء. معيني أنا كنت صادقة أو واضحة مع جينك على طول وما كذبت عليه يكون بعلمك. كذبتي طبعاً كذبتي، وإذا بتتذكري أنت من البداية كذبتي عليه بموضوع عيلتك ولا نسيتي؟ شوفي يا عزراء، أنا ما رح أسمح لك تأذي ابني مرة تانية،
امبارح بالليل جين كان ممكن يموت بسببك انت. المسؤول الوحيد عن هالشي هو انت، مستوعبة هالشي؟ انا ما توقعت انه ممكن يعمل هيك شي. شوفي لقلك انا صح انفصلت عن جينك، بس هو لسه شخص مهم كتير بالنسبة إلي، وما بتمنى يصير عليه شي سيء ابدا، وبعمل كل اللي بيطلع بايدي كرماله. لا تعملي عزراء، لا تعملي شي لو سمحتي. تمام، هو هلا معصب وعم بيحاول يفش خلقه بشي طريقة، حتى عم بيأذي حاله، انا فهمانة، بس رح ينسى وهذا كله رح يمضى، بعد فترة رح ينسى كل اللي صار. ولو سمحتي خلال هاي الفترة انت لا تتدخلي فيه ولا تتدخلي بحياته ابدا، وإذا تدخلتي رح تلاقيني واقفة بوشك. فيكي ترجعي على شغلك.